يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. الله مقدمة حلوة. الله السلام عليكم، شلونكم؟ سافا، اهلا وسهلا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم الفيديو راح نشوفهم باب الحارة على الطريقة الجزائرية. انا شفت باب الحارة، يعني كل العالم هيك يطلعون مقاطع فيديو على باب الحارة ويضحكون على باب الحارة. كان يعني حتى الصومال عملوا مقاطع على باب الحارة، بس ولا مرة شفت الطريقة الجزائرية. بس على فكرة للتوضيح، باب الحارة هي لهجة أهل الشام، أهل دمشق فقط، يعني يمطون الكلمة. أهل الشام لهجتهم مختلفة عن لهجتنا. المهم صحيح، أنا طلعت الفيديو قبل، عادي يعرفوني يمان. تبع BNL يعرفوني. هذا هابلنا BNL. وانت؟ أنا محمد. الانستغرام تبعي بالوصف، ضيفوني. راح احط الانستغرام تبع بالوصف، ضيفونه. قبل جمهورنا الكريم، قبل ما نروحوا فاصل، غادي نخليكم مع سكتش تاع راينا هاك، سكتش على باب الحاره سبيسيال راينا هاك، ونرجعوا لكم. ولك عادي لك شو عادي لك شو ولك عادي عادي ولك عادي ليش عم تعيط؟ لا 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 سمح الله، انا ما بعيط. عقيل ولك يا عقيل عقيل هاي عهد شكايل وين دايما بيختم اختك؟ ليش عم تضحكي؟ لك ليش؟ خلصي بيخطب اختي؟ ايه خشيش. لك اختي سعديه بيخطبوها؟ ايه سعديه. والله لكس يخطب اختي او يخطب يخطب اختي. اختي بتنخطي. المهم بالزاف خلاص. نادينا سعديه، نادينا سعديه. نادينا ولك رايح الله. نادينا من هون. بس عيط لها سعديه. ولك يا سعديه ما اجيت، خلي مع الواد صعب. ما في طلاشي. لا سعديه، لا كمل سعديه. شو يا اخي؟ سميني شو يا اخي؟ زوج يا ابن عم. سعديه اختي. سعديه شو يا اخي؟ اختي لا سعديه. تعرف في واحد اسمه ابو سليم؟ ها لك شو يا اخي؟ ولا عملنا لك مستليفه. لك عم تتري علي. لك اسمه ابو سليم. لك اسمه ابو سليم. اسمه اب شو اسمه؟ انا ولا ابو سليم. يا الله، تعرف في واحد اسمه ابو سليم؟ انا تبعت الستيل يا اخي. طيب ولايه. دقيقة، نحن ما نقول شيشة، نقول أرجيلة. هما قاعد يتمسخرون يعني. عارف يعني التعديل. تشيش تأرجل بالسوري. شو؟ وشيشة كرموش كمان. ما شيشة شيشة كرموش. كرموشة. تضرب شيشة كرموشة. يا أخي ولا من شيشة؟ تضرب شيشة. لا يا أخي. والله. شيشة مونت يا أخي ولا. مو كرموش، لك مونت. السلام عليكم. السلام عليكم. مين دخل عندك؟ مين هذا؟ مين انت؟ مين انت حرامي؟ مين انت حرامي؟ مين هذا؟ قبيان مين هذا؟ هذا ابو الصيف بزاجه وصفاته وكماله. لك انت شيشه يا خلاصي. لك انت ابو الصيف؟ اقلع يدك، اقلع يدك من نص الهذا. انا ابو الصيف اصطيفاني. لك انت بتدور مع اختي وبتجي لهون، عندك عين وتجي لهون. بتسلم علي. شكرا. انا اختك ما نعرفها، ماني مدي فيها. لك ليش قلت لي؟ لك خراتي. ليش قلت لي اختك تعرف ابو سيف؟ استنى ريد بولز، تعطوني مصاري للانستغرام تبعي جوا. قاعد اسوي لكم اعلان.
الى الان ايش رايكم بالفيديو يعني؟ انا لا تمام هو شوف ما بدي يعني ازعجكم بس احسه شوي بايخ. تحسه شوي بايخ وانت؟ لا تمام يعني ضحكك؟ بس بالبدايه ضحكني ما اعرف ليش. بس هو ليش يضحك؟ عشان احنا مش متعودين مو متعودين على الزائر عرفت شلون؟ فظابطه حسيتها شويك ظابطه على الضحك تبع الضحك يعني كوميدي انه يطالعون باللهجه السوريه ترى صعبه صعبه عليهم ما اعرف هذا الشيء صعبه. يا شباب انا شايفه هي بتشيشوا وهي بتشيشوا هي بتشيشوا وهي بتشيشوا هي بتشيشوا لك ليه اخي انا بشيشوا يعني عمي هذا عمي يا زلمه عمي تعال ايه في فيسبوك تتزوجها ولا لا؟ انا جيت بخطبها شو؟ انا جيت بخطبها تخطب اختي يلا انا ما في رجال بيخطب اختي اذا بدك تتزوج اختي بدك تزوج اختي بدي اتزوجها اختي شو قلتي؟ تتزوجي؟ لا ابو سطيف لا ابو سطيف فين الشيشه؟ تعرفوا شيلا لا تعرفي يا اخي ما تدري اذا بدك تتزوج اختي اذا بدك تتزوج اختي بروح معها تروح معها موسيقى تروح معها موسيقى اعطينا موسيقى الدور يتقدم اي محاضر يتقدم ويجيب يحمي الدار أنا أختي ما تتزوج أصلاً. إحنا شغال قبل الحرب أتوقع. مو أنت نزل قديم أول جزء أول جزء. أمتى أول جزء نزل قبل الحرب؟ تجينا تفصلون هي تقدك. كنا نظل نتمسخر يلي بده يتحدى يشرب شاي ويتغدى. واو. ولا عجبتني. أختي ما بتقعد مع واحد غريب ولا شو هذا؟ بنروح معها. انت اقول هذا انا اقول بس احنا الاثنين والله انتم مغلوبين فينا صح يا الله تقول الشيشة لك شو لك ليش شو جايب لنا وعدة ما انت عرفت على فين تلعب السيد الاسكاش يلا روحي روحي خلينا نتعب روحي يلا الشيشة ابو سليم خليكم هكا كملوا بس ايه ابو اليمن ايش رايك بالجزائريين لما يحكون شامي بالعكس هذا الشيء يسعدني انه لهجة أم الجزائريين ما يقدرون يفضون ما يقدرون نفس لهجة السورية يعني تعرفون لهجة السورية صعبة على الجزائريين صراحة بس شوف والله جابوها وجابوها ما هذا الشيء يسعدني انه كجزائر واحد يحاول يحكي لهجة عربية ثانية اللي صعبة عليه نحن لهجتنا مختلفة جدا جدا عن لهجة اهل الشام يعني مختلفة 24 درجة بسبب انه نحن على حدود العراق فلهجتنا قريبة على لهجة اهل العراق ايش رايك اي احسن لهجتنا ولا اللهجه الشاميه انا اشوف لهجتنا هي احلى من لهجه اهل دمشق ايه لانه اشوف انه هي الاقرب للعربيه الفصحى طيب ايش رايك باللهجه الجزائريه اشوفها انه صعب التعلم لانه بها بحال كلمات فرنسيه معربه يعني شلون يعني فيديو من فيديوهاتك الفيديو السابق يعني كاسكيتا القبعه مو الطاقيه فالكاسكيتا هي جايه من الكلمه الفرنسيه كاسكيت المهم ويعني ايش رايكم بالمقطع انا بصراحه ضحكني بس اخره ما كان كثير يضحك بس بدايته كانت تضحك انتوا ايش رايكم بالمقطع انا بالبدايه ضحكت ما اعرف ايش السبب اوكي اتمنى تضيفوني يا مان على الانستغرام هذول اثنيناتهم اخوتي يعني انا نحن هاي كل اخوتي صرتوا شايفينهم المقطع الماضي اثنين من اخوتي وهذا المقطع اثنين من اخوتي هاي نحن كلياتنا نحن الشباب ولهون يكون خلص الفيديو ضيفوني على الانستغرام اتمنى يعني انا ما بقالي اوصل 6000 متابع على الانستغرام فاتمنى انكم تضيفوني على الانستغرام ويلا شوفكم فيديو جديد بس